إخواني وأخواتي في كل الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم وأتمنى لكم وافر الصحة والعافية. كتير قوي من المرضى بيبعتوا لي رسائل فيها مثلا الرنين المغناطيسي، فيها الأعراض اللي عندهم و و و، فأنا ممكن أشوف الحاجات دي وأبعت لهم على طول. فببعت لهم الكلام اللي هو يعني إيه عشان نقفل الموضوع، لأن الموضوع مش ممكن نفتحه، لأن بيجي تقريبا 1000 رسالة كل يوم، فصعب ان احنا نتناقش مع كل مريض كل يوم. فبنقول له لو انت عندك ضعف روح لدكتور جراح، لو انت عندك كذا، لان الاعراض يعني ايه مش هينفع ان احنا واحد مريض مش شايفينه ونقرر له قرار، نقول له انت محتاج جراحة، انت محتاج منظار، انت محتاج كذا. ده قلة ادب يعني، ده في الطب عندنا ممنوع، حرام وغلط، ان مريض يراسلني فاقول له انت محتاج كذا، لكن لازم اقول له انت لو عندك شلل اعمل كذا، لو عندك ضعف اعمل كذا، لو عندك كذا اعمل كذا، لو عندك كذا اعمل كذا، لو مش عايز تيجي خد العلاج ده جربه وما تجيش، والموضوع اتقفل. فالمفروض الموضوع اتقفل، فنلاقي المريض يبعت يقول لك طب انت شفت ايه في الاشعه يا دكتور؟ لا، انت كده بتفتح موضوع مش هقدر انا اواليك فيه، لان لو حد قال لي طب ما تجاوبه يا دكتور، قول له عندك غضروف، قول له عندك، اولا هو عارف هو عنده ايه، لكن لو هو عايزني اقول له انت عندك غضروف او غضروفين، هيبقى السؤال اللي بعده اعمل لهم ايه؟ طب ما انا قلت لك في الاجابه الاولانيه لو عندك كذا اعمل كذا، لو عندك كذا اعمل كذا، لو مش عايز تيجي خد العلاج جربه. تمام؟ فانت الموضوع بقى ايه؟ طب قول لي فيه ايه في الاشعه؟ ده صعب ان انا اعمله، لان احنا عندنا رسائل كتير واكتر من 1000 مريض، وانا عايز اجاوب على اكبر قدر ممكن، فمش هينفع اديك اهتمام اكتر من بقية الناس. حد تاني ياخد العلاج، ردود افعال غريبة، يعني لما انا اقول له انت لو عندك كذا اعمل كذا، لو عندك كذا اعمل كذا، خد العلاج، فيا اما يبعت يقول لي طب في ايه في الاشعة، مش هقدر اجاوب حضرتك لان الوقت لا يتسع ان انا اجاوب على هذا السؤال لكل الناس. طيب انا عايز، بسم الله الرحمن الرحيم، طيب العلاجات دي انا خدتها قبل كده، خلاص اقفل الموضوع وما فيش موضوع بيننا، لان انا مش هديك علاجات تانية، خلاص هو ده العلاج اللي اقدر ابعته لك وانا من غير ما اشوفك. طيب ايه رايك اعمل، ما تفتحش اي موضوع لان في رسائل كتير وفي مرضى كتير غير حضرتك. فانت لما بتبعت الاشاعه بتاعتك في كذا عايز تيجي تعالى عندنا، لو ما عندكش شلل روح للجراح، لو عندك شلل، لو مش عايز تيجي جرب العلاج. خدت العلاج بقى وما جابش نتيجه، ما عنديش حاجه تانية اعملها لك، ما ينفعش ابعت لك مثلا ايه، في واحد بيقول لي ايه العلاج ما جابش نتيجه اللي انت اديتهوني، ابعت لي علاج تاني. ما هو خلاص ما فيش علاج تاني، ما هو لو في علاج احسن كنت انا اديته لك من الاول. فما فيش غير انك تعمل حقن وتردد، هل انا هاجي لك في الرساله اعمل لك حقن وتردد؟ فيعني صعب القصه دي. فالرسائل امكانياتها محدوده، بنحاول ان احنا نديكوا اقصى فايده ماديه عشان ما تجيش خالص، بحاول اجاوبك عشان ما تجيش، بحاول اديك علاج عشان ما تجيش، بحاول اعمل لك كل اللي يتعمل عشان ما تجيش، مش عشان تيجي، مش على سبيل الدعاية يعني. تمام؟ وفي ناس ظريفة مثلا لما يقول لك لا اقعد اشرح لي احسن مش هاجي لك. طب ما كويس، انا مش عايزك تجي لي، ده شيء جميل ولذيذ وظريف جدا، كويس، انا ما بشرح لكش عشان ما تجيش. لو انت من النوع دوت يبقى كويس قوي انك انت ما تجيش، لو انت من الناس المتفهمة اللي بتفهم اهلا وسهلا، انت هتقدر تستفيد من اجابتي اللي في الرسالة، وهتقدر تستفيد اذا جيت عندي. لو ما استفدتش من اجابتي يبقى اكيد مش هتستفيد لما تيجي عندي، فما فيش داعي ان حضرتك تهددنا انك مش هتيجي عندنا، ده شيء مطلوب. انا اساسا بجاوب على الرسائل عشان المريض ما يجيش، فانا هدفي ان المريض ما يجيش، مش هدفي ان انا اجاوب على الرسالة. اكيد لما ببعت لك علاج مش عايزك تيجي اكيد يعني. تمام؟ لو العلاج ما جابش نتيجة وما عجبناكش ما تهددناش انك مش عايز تيجي، ده انا بالعكس عايز العلاج يجيب نتيجة ومش عايزك تيجي. وانا اتشرف طبعا باي حد سواء يرسلني او يشرفني في العيادة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.